أهلا بكم معنا من جديد. لا تزال الخلافات الداخلية الليبية تطغى على الساحة السياسية، حيث يحتدم الصراع لبسط النفوذ على الجنوب الغربي من البلاد بين قطبي الصراع بقيادة الدبيبة من طرف وخليفة حفتر من طرف آخر. حفتر التقى المنسق الاجتماعي للقيادة العامة لقبيلة أولاد سليمان الشيخ زيدان الزادمة ردا على محاولات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة الاقتراب من الجنوب الغربي ليأتي الرد من دبيبة، حيث قال إن الجنوب سيكون من أولويات عمل فريقه الحكومي خصوصا في مجالات الصحة والبنية التحتية والمنشآت النفطية. وبيتزامن مع الحرب الكلامية بين الطرفين، يشهد الجنوب والليبي تحركات لبعض التشكيلات المسلحة التي تنحدر من المنطقة الغربية، وذلك بهدف السيطرة على بعض المعسكرات الهامة والاستراتيجية. وتشير تسريبات وفق وسائل إعلام ليبية إلى التخوف من حدوث صدام عسكري جنوب البلاد مع القيادة العامة للجيش الوطني التي تبسط سيطرتها على مناطق واسعة في تلك المناطق. فيما تجاهل الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر مقترح لواء عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بالحكومة لتشكيل غرفة عمليات مشتركة لتأمين الحدود الجنوبية للبلاد. وقد كشف مصدر عسكري ليبي بالجيش الوطني عن صدور توجيهة مباشرة من المشير حفتر بالتعامل مع أي محاولات من تشكيلات مسلحة من المنطقة الغربية للسيطرة أو خلق مناطق أو مناطق نفوذ لها في جنوب البلاد تحديدا. في السياق، أعلن مكتب النائب العام الليبي عن إحباط محاولة اغتيال استهدفت عبد المجيد مليقطة وهو مستشار رئيس وحدة أو مستشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة من خلال تفجير عجلة مفخخة وضعت في مساره. كشفت التحقيقات أن عنصرين من إدارة الأمن القومي بجهاز المخابرات الليبية تورطا في هذه العملية. إذن للنقاش حول هذا الموضوع نرحب الآن بضيفنا مباشرة من بنغازي الليبية. نرحب بالسيد أحمد المهداوي المحلل السياسي الليبي، أهلا بك معنا في المشهد الليلة. إذن هذا الصراع، يعني كما نتابع صراع على النفوذ في الجنوب الغربي من البلاد، هو في تصاعد، ولكن التساؤل هنا إلى أين يمكن أن يصل هذا الصدام وهذا الصراع؟ تحياتي لك أستاذي العزيز، تحياتي لمشاهدي قناة المشهد. نعم، أعتقد بأن ما يحاول أن يقوم به السيد عبد الحميد دبيبة هو أن يفرض علينا أمر واقع جديد، خصوصا وأنه يرى الإنجازات التي تتحقق في الجنوب الليبي البعيد عن سيطرة السيد عبد الحميد دبيبة. هنا حكومة برئاسة السيد حماد لديها تنمية في مدينة سبها، في مدينة مرزق، هذه المدينة التي نجحت حكومة حماد في إحداث نوع من المصالحة الوطنية بين عديد الأطراف داخل هذه المدينة، والتي عجزت حكومة الوحدة الوطنية في وقت سابق أن تصلح ذات البين، بل بالعكس دعمت أطراف ضد أطراف. كل هذه الأمور تجعل من السيد دبيبة محاولا أن يستثمر هذه النجاحات اللي حققتها حكومة الليبية برئاسة حماد. أيضا الأمن المنبسط داخل هذه المنطقة، نتحدث عن سيطرة شبه كاملة على الجنوب الليبي، يعني في ظل سيطرة القوات المسلحة العربية الليبية على الجنوب الليبي، ونتحدث عن كتيبة طارق بن زياد، عديد الكتائب هناك، رأينا تضاءل أو شبه انعدام لوجود بؤر لداعش التي كانت تترعرع هناك في هذه المنطقة وتتخذ من هذه المنطقة كمناطق انطلاقة لها إلى الشمال الليبي للقيام بعمليات. كل هذه الأمور قد اندثرت تماما في ظل وجود قوات مسلحة تابعة للجيش الليبي. فما يعني، ولكن لماذا تلك المنطقة هي مضطربة إذا كانت تم تحقيق كل هذه الإنجازات؟
هي في هذا اللحظة أو في هذا الوقت ليست مضطربة. هذه ما يحاول السيد عبد الحميد البيبة أن يصوره بأن هذه المنطقة مضطربة، بأن تحتاج إلى قوات مشتركة للتأمين. يعني كان الدعوة كانت ستكون صادقة لو طلب السيد البيبة أو وزير داخليته بقوات مشتركة لتأمين العاصمة طرابلس أو حتى تأمين منفذ رأس جدير التي عجزت هذه الحكومة عن السيطرة عليه عديد المرات. كنا رأى وسمع ما حدث الفترة السابقة من هجوم قوات أو ميليشيات مسلحة. يعني عندما نتحدث عن قوة مشتركة، هل من المعقول أن ندمج قوات جيش تعمل بقوانين عسكرية وتراتبية مع مجموعات مسلحة ميليشياوية لديها أيديولوجية أو فكر ميليشياوي ولا تؤمن بالقانون أو المؤسساتية؟ لا أعتقد بأن هذا المجلس سيكون مفيد لأي من الطرفين. لذلك يمتنع أو تمتنع القوات المسلحة أن يعني تعمل مع الميليشيات. نحن كقوات مسلحة أو كجيش لدينا آلياتنا، لدينا الخطط الاستراتيجية، لديه كل ما يلزم لتأمين الجنوب، ولا أعتقد أن الجنوب الليبي يحتاج إلى حكومة الوحدة الوطنية حتى في ولكن رغم عوضنا على المقاطعة فقط للبقاء على النقطة التي أشرت إليها منذ قليل، هناك من يقول أن هذه الأطراف المسلحة أو هذه الميليشيات كما تصفها يجب احتواؤها يعني عاجلا أم آجلا، وإلا ستبقى البلاد في اقتتال متواصل. يعني ماذا تعلق على ذلك؟ نعم، هذه المعضلة التي واجهت البعثة الأممية التي يعني غبت البصر عن هذا المشكل الرئيس وهو الوجود الميليشيات والسلاح المنتشر. المجموعات المسلحة لا يمكن أن تدمج داخل المؤسسة العسكرية أو الشرطية بصفة أو بصيغة الجماعة، يجب أن تدمج بطريقة الأفراد وهو ما لا يريده المجموعات المسلحة. يعني حل الميليشيات يحتاج إلى تفتيت هذه الميليشيات وتجميد منابع تمويل هذه الميليشيات وجمع سلاحها وإعادة إدماجها وفق القانون العسكري والشرطي. هذا ما لا تريد الميليشيات ولا تريد حكومة الوحدة الوطنية. على ذلك فأعتقد أن دمج الميليشيات وجمع سلاحها أمر سهل لو المجتمع الدولي وافى بعهوده وبالتزاماته الأخلاقية تجاه الشعب الليبي بأن يقف وقفة جادة أو أن تتأتى له الإرادة الدولية الجادة بأن يجمع السلاح من هذه المجموعات المسلحة ويقوم بإعداد برامج لإعادة إدماجها فرادى داخل قوات الشرطة والجيش. نعم، ربما هناك في هذا الإطار الذي نتحدث فيه وفي إطار هذا الصراع هناك رهان ربما على آراء القبائل وعلى التأثير الذي يمكن أن يقدموه في هذه الأثناء. يعني هل تعتقد فعلا أن هذه القبائل أو زعاماتها لها بعض التأثير؟ بالطبع، نحن في ليبيا مجتمع قبلي يعني يعتمد على العرف أكثر من القانون. يعني ربما هناك قضايا يحلها العرف ولا يحلها القانون، لذلك التعويل على القبائل فيما يخص القضايا الأمنية مهم جدا جدا. يعني عندما نتحدث عن قبائل الجنوب، يعني رأينا التحام هذه القبائل ورحبت بوجود القوات المسلحة برئاسة المشير أركان الحرب خليفة حفتر في تأمين للجنوب الليبي. كيف يعني هذه القبائل يعني سحبت أبنائها من المجموعات المسلحة ودعتهم للانضمام للقوات المسلحة. يعني لها هذه القبائل دور مهم في ضبط الأمن وإعادة الاستقرار إذا كان بالفعل لدى مشايخها القدرة على ضبط هؤلاء الأبناء أو الشباب المنطويين تحت راية الميليشيات أو المجموعات الخارجة عن القانون. وبالتالي كل هذه التطورات يعني التي نتابعها إلى أي مدى تؤجل ربما من هذا الحل السياسي الذي ينتظره الليبيون وحتى المجتمع الدولي؟ بالطبع، نحن يعني المشكل في ليبيا للأسف يعني تجاهل المجتمع الدولي للمشكل الرئيسي وهو المشكل الأمني، ومحاولة وصف ما يحدث في ليبيا بأنها أزمة سياسية هو ما زاد في إطالة أمد الأزمة السياسية. لكن ما هو واضح اليوم أن حكومة الوحدة الوطنية باتت يعني قاب قوسين أو أدنى، وهناك مداولات ومشاورات دولية ومحلية لتغيير هذه الحكومة، وبالتالي ذهاب عبد الحميد البيبة معناه عودة الاستقرار وعودة الحلول السياسية والاقتصادية للشباب. نعم، نشكرك جزيل الشكر على المشاركة معنا في هذا النقاش من بنغازي، عفوا، السيد أحمد المهداوي المحلل السياسي الليبي، شكرا جزيلا.